بسم الله الرحمن الرحيم. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى أعزائنا الطلبة، نتمنى لكم الصحة والسلامة لكم ولعوائلكم من هذا الوباء اللي فرض علينا التعليم الإلكتروني، ونتمنى أن نلتقي في قاعات الدراسية خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. راح نكون معكم خلال هذا الكورس في مادة طرائق البحث العلمي. راح تتناول المحاضرة الأولى مجموعة مفاهيم أساسية للبحث العلمي. هذه المفاهيم تكون ضرورية جدا، ويجب أن يكون الطالب ملم بها حتى يفهم الأساسيات البحث العلمي. هذه محاور هذه المحاضرة راح تتناول نظرة تاريخية عن البحث العلمي، نظرة تاريخية عن البحث التمريضي بشكل عام، بالإضافة إلى مفاهيم أساسية، مفاهيم البحث العلمي الريسيرش، نيرسينج ريسيرش، ساينتفك ريسيرش، ومجموعة مفاهيم أساسية كما ذكرنا. The origin of the nursing research. Florence Nightingale is viewed as the person of the first who first elevated nursing to the status of profession, as presented in her first book, Notes on Nursing. في الحقيقة تعتبر فلورنس نايتنجيل هي مؤسس علم التمريض الحديث أو مهنة التمريض الحديث، لأنه هي أول من وضعت أساسيات مهنة التمريض ووضعت لها مجموعة كتب من خلال مجموعة مشاهدات تمريضية حاولت تجمعها وتسجلها وتوجد لها عفوا توجد لها ترابط منطقي وعلمي من خلال أساليب البحث البدائية للبحث العلمي التمريضي. Nightingale is also credited with the introducing research to the profession. Nightingale recognized the impact of the compounding strong logical think and empirical research in developing a sound scientific base upon which to build the practice of the profession of nursing. Definition of the research. المفهوم الأول لمادة البحث العلمي هي research. البحث is a systematic inquiry that uses discipline method to answer question or solve a problem. The ultimate goal of the research to develop, refine and expand of body of knowledge. مفهوم البحث العلمي هي مجموعة أو سلسلة تحقيقات يقوم بها الباحث بشكل متسلسل، وتكون هذه العملية التحقيقية عملية منظمة تستخدم للإجابة على مجموعة من التساؤلات أو لتفسير مجموعة من الظواهر التمريضية أو لحل مشكلة ممكن تواجهنا في مهنة التمريض. لذلك الهدف العام للبحث العلمي هو عملية بناء المعارف أو إعادة تنظيم هذه المعارف، وبالمحصلة هي تزيد من القاعدة المعرفية لمهنة التمريض. Scientific research is the systematic and objective attempt to provide answer to certain question. أيضا scientific research هي مشابهة ل تعريف الريسيرش، تكون هي عملية تحقيق منظمة وتكون لها غرض محدد من خلال الإجابة على مجموعة من التساؤلات أو حل مشاكل معينة. Nursing research is the systematic inquiry designed to develop knowledge about issues of importance to the nursing profession, including nursing practice, education, administration and informatics. البحث التمريضي هو أيضا يشمل لي مجموعة من سلسلة التحقيقات أو المنظمة اللي يستخدمها الباحث تجاه لمعالجة أو للتعامل مع الظواهر التمريضية في مهنة التمريض. تشمل مجموعة من الجوانب اللي هي من الجانب العملي لمهنة التمريض، بالإضافة للتعليم والإدارة والمعلوماتية بالنسبة لمهنة التمريض. بالحقيقة احنا ذكرنا انه سابقا الهدف العام للريسيرش هي زيادة القاعدة المعرفية للمهنة، لذلك لا يمكن لمهنة ان تتطور بدون البحث العلمي. Evidence based practice، مصطلح اخر دائما ما نسمع به بالfoundation of nursing، fundamental of nursing، اللي هو Evidence based practice، هو العمل التمريضي او العمل بشكل عام المعتمد على الدليل العلمي. The collection and evaluation and integration of valid research evidence compound with the ethical expert and an understanding of the patient and family value and performance to inform clinical decision making. The evidence based practice المقصود به هو الأعمال أو المهارات التمريضية اللي نقوم بها اليوم
مبنية على أساس الدليل العلمي، أنه استخدمت سابقا مجموعة من البحوث ومجموعة من التجارب أو اللي استخدمها الباحثين في إثبات فاعلية هذه المهارات التمريضية من خلال تقديم الدليل العلمي. بالإضافة أنه تكون بالإضافة للجانب العمل العلمي لهذه المهارة، يجب أن تقابلها مجموعة من الأمور الأخرى اللي هي تقبل الفاميلي والكوميونيتي أو البيشن فاليو لهذه المهارات، حتى تكون نسميها evidence based practice، تكون مقبولة من قبل المجتمع ومستندة على الدليل العلمي. Characteristic of the research، حتى تكون هذه البحوث التمريضية أو نقدر نسميها هذه البحوث بشكل عام هي مجموعة من الكتابات تختلف عن المقالات أو عن الكتب أو عن أي كتابات إنشائية أخرى بمجموعة من المعايير. هذه المعايير هي ما يميز البحث العلمي عن الكتابات الأخرى. أولا، research is always directed toward to the solution of the problem. كل بحث علمي يجب أن يكون له هدف خاص به. من نقرأ العنوان أو عنوان البحث العلمي راح نشوف أنه هذا العنوان directed to the solution of the problem، متجه بشكل مباشر تجاه مشكلة معينة حتى يحاول يتعامل معها خلال الدراسة ويوجد لها نتائج أو إجابة على مجموعة من التساؤلات أو تفسير الظواهر اللي تتناولها البحث. Research is always based on the empirical and observational evidence. حتى يكون البحث العلمي بحث علمي بحت، يجب أن يخضع إلى الدليل العلمي والتجارب العلمية، أنه تكون هذه النتائج معتمدة على مجموعة من التجارب العلمية غير متأثرة بانحيازات أو انحياز الباحث نفسه. Research involves a precise observation and accurate description. أيضا من خصائص البحث العلمي أن تكون تحت الملاحظة الدقيقة بالإضافة إلى الوصف الدقيق للظواهر، أنه يجرد الظواهر من جميع الأمور اللي محيط بها أو مجموعة أمور ممكن تأثر عليها ويحاول يفسرها بشكل مجرد. Research emphasizes to the development of theories, principle, and generalization. تخضع هذه البحوث العلمية على أساس مجموعة من المبادئ راح نتناولها من خلال المحاضرة القادمة إن شاء الله في الـ process of the research، هي مراحل تكوين البحث، أنه تخضع إلى مجموعة من المبادئ الأساسية حتى تكون بحث علمي، بالإضافة إلى الجنراليزيشن. الجنراليزيشن المقصود به هي عملية تعميم النتائج، أنه تكون بالبحوث العلمية حتى تكون البحوث مالتنا صادقة، يجب أن تكون نتائج البحث العلمي قابلة على التعميم لكل البوبوليشن، لكل مجتمع الدراسة. Research is the characterized by the systematic, objective and the logical procedure. يجب أن يكون هذا كتابة البحث منظمة بشكل دقيق، بالإضافة أنه تكون لها أهداف محددة، واللوجيكال بروسيجر أنه تكون مترابطة بشكل منطقي، وراح نشوفها أيضا بالمحاضرة القادمة إن شاء الله بالريسيرش بروسيس. Research require the researcher has full experience of the problem being studied. يجب أن يكون الباحث ملم أو صاحب خبرة في مشكلة البحث اللي يحاول يدرسها من خلال الدراسة مالته، حتى تكون النتائج مالتي حقيقية. Research uses systematic method of problem solving. ذكرنا systematic أكثر من مرة، أنه تكون هي منظمة، طريقة تعامل مع مشكلة معينة بشكل منظم، اللي هو التحقيق المنظم على أساس مبدأ problem solving، أنه الباحث من خلال عنوان البحث أنه يختار مشكلة محددة أو ما سميها research problem، مشكلة البحث، ويحاول يتعامل معها على مبدأ problem solving، يحاول يأخذ المشكلة ويجزئها إلى مفاهيمها الأساسية ويتعامل معها ويحاول يوجد النتائج أو يوجد لها حلول على أساس نتائج البحث مالته. Research requires full skill of writing report. يجب أن يمتلك الباحث مهارة جيدة في كتابة البحث العلمي، يعني كيف يبدأ بالبحث العلمي، كيف يطرح مشكلة البحث في الفصل الأول، كيف يتناول الجانب العملي، كيف يكتبها،
كيف يعرض النتائج بشكل سلس حتى تكون مفهومة للقارئ، وكيف يفسر هذه النتائج. وأيضا المحاضرات القادمة إن شاء الله راح نتكلم بشكل مفصل عنها. Purpose of the nursing research، الهدف من البحث التمريضي. ذكرنا أن البحث العلمي هو يجيب لك على مجموعة من التساؤلات اللي ممكن تواجهنا في الظواهر التمريضية مثلا، أو يحاول يساعدنا في اتخاذ قرارات معينة في العمل على أساس المبدأ العلمي، بالإضافة إلى أنه يساهم في عملية تطوير مهنة التمريض بشكل عام، يزيد من القاعدة المعرفية. فنجي للغرض العام للريسيرش. The general purpose of the nursing research is to answer a question or solve a problem of relevance to the nursing profession. بشكل عام هو يحاول يحل مشاكل مهنة التمريض، أو الإجابة على مجموعة من التساؤلات، أو تفسير مجموعة من الظواهر في مهنة التمريض. لكن في نفس الوقت أكو مجموعة أهداف خاصة أو أغراض خاصة لمهنة التمريض، منها The specific purpose of the scientific research include identification، اللي هي الأغراض التعريفية، naming an unknown phenomena in relation to the nursing. في الغرض الأول للبحث العلمي هي عملية تسمية الظواهر، أو الظواهر اللي تبدو غريبة في بداية الأمر. على سبيل المثال كورونا فيروس، فلاونزا الطيور، فلاونزا الخنازير، هي مجموعة ظواهر في بداية الأمر مجهولة المصدر أو أسبابها والأعراض مالتها، لذلك هي تكون unknown phenomena، هي ظواهر غير معروفة. Identification study الغرض من عندها هي عملية تفسير هذه الظواهر وتسمية هذه الظواهر حتى تقدر تتعامل معها على أساس مسبباتها، على أساس نوع الفيروس وهكذا. In quantitative research identification typically precede the inquiry، في البحوث الكمية تسمية الظواهر يجب أن تسبق عملية التحقيق. وراح ناخذ الكوانتيتيف والكواليتيتيف ريسيرش في ريسيرش ديزاين. ديسكريبشن ستادي أو ديسكريبشن اوف فينومينيا از انذر امبورتنت بيربس اوف ذا ريسيرش، عملية الوصف أو وصف الظواهر. The major purpose of the description research focus on the prevalence, incidence, size and measurable attribute of phenomena. عملية وصف الظاهرة، الغرض الثاني من البحث العلمي لما تواجهنا ظاهرة معينة، على سبيل المثال انتشار وباء معين، ازدياد حالات مرضية معينة، ظهور مشكلة صحية في مجتمع ما، عملية الديسكريبشن انه تتعامل مع هذه الظاهرة وتحاول توصف الظاهرة من مدى انتشار هذه الظاهرة، تركز على مدى الانتشار وعلى نسبة الإصابة، حجم الإصابة، وكيفية قياسها وكيفية تأثرها في خلينا نقول العوامل الشخصية أو المتغيرات الشخصية للفرد من عمر وجنس، وكيف تأثر عليهم هذه المتغيرات، كيف تتأثر بالمرض. Explanation. The goal of the explanatory research are understand the foundation of a specific natural phenomena and explain systematic relationship among the phenomena. The explanation study أو الدراسات اللي نسميها التفسيرية، أنه تفسر كيف حدثت هذه الظاهرة وتساعدنا على فهم كيفية حدوث هذه الظواهر وعلاقتها مع الظواهر الأخرى، يعني ما هي الأمور اللي أدت إلى ظهور هذا المرض أو هذه الحالة الصحية بشكل عام. Exploration like description research. Exploratory research being with the phenomena of interest but rather than simply observing and describing it, exploratory research investigate the full nature of the phenomena, the manner in which it is manifested and other factor to which it is related. الإكسبلوريشن اللي هي عملية تفسير الظاهرة نفسها، وما هي علاقة المفاهيم اللي داخل هذه الظاهرة، كيف ظهرت، ويحاول يتبع هذه الظاهرة بشكل متسلسل، انه كيف حدثت، كيف كانت بداياتها، وبعد ما حدثت هذه الظاهرة شنو هي كانت المضاعفات إلها. هي عملية تفسير الظاهرة فقط. Prediction Estimating the effect of giving situation or prevailing condition.
بريدكشن او ما نسميها احنا البحوث التنبؤية، اللي دائما ما تتنبأ لنا في الاعوام القادمة شنو اللي ممكن يحدث من حالات صحية او اصابات مرضية، او شنو هي الاحتياجات للعوام اللي خلينا نقول للاعوام القادمة. البريدكشن سمعنا اكثر من دراسة، مثلا نسبة الوفيات في السرطان راح تكون كذا في الاعوام القادمة، تزداد النسبة بنسبة كذا للعشرة أعوام القادمة، ستزيد نسبة كبار السن في المجتمع بنسبة كذا للعشرة أعوام القادمة. هذه كلها مبنية على أساس بعض البحوث التنبؤية اللي تقرأ أن الواقع الحالي على أساس المعطيات الحالية يتنبأ لي أنه بالمستقبل شنو اللي ممكن يصير. Control Specifying psychological and physiological reaction possible to the nursing intervention. الكنترول او نقدر نسميها الاكسبيرمنتال ستادي، الدراسات التجريبيه. هذه الدراسات دائما ما تتعامل مع البوبوليشن، مع المريض او مع المجتمع بشكل عام، انه تقيس لي ما هي رده الفعل للمريض تجاه دواء معين او تجاه تداخل تمريضي معين، لذلك نسميها الكنترول. عفوا نسميها الكنترول بيربس، وهي دائما نسميها الاكسبيرمنتال، تبنى على اساس مجموعه تجارب او البحوث التجريبيه نقدر نسميها. Goals of the nursing research. ذكرنا مجموعه من الاهداف للبحث العلمي او للبحث التمريضي بشكل خاص خلال كلامنا، اللي منها هي زيادة القاعدة المعرفية، التقدم بمهنة التمريض، تفسير الظواهر التمريضية أو النشاطات التمريضية ومدى فاعليتها. لكن ممكن احنا نحدد فوائد النيرسينج ريسيرش من خلال النقاط التالية. من خلال أولا جنريت نولج بيز، زيادة القاعدة المعرفية لمهنة التمريض. نيرسينج ريسيرش is aimed to develop scientific knowledge base for the nursing practice. Developing and testing nursing theory، اللي هي عملية بناء وفحص النظريات التمريضية. Providing an understanding of phenomena relating to the nursing، تفسير الظواهر المتعلقة بالتمريض. Fostering nurses to make informed decision in the delivery of patient care، تساهم البحوث التمريضية بمساعدتنا في اتخاذ القرارات في من خلال أثناء العناية بالمريض في المؤسسات الصحية. Validating effectiveness of the particular nursing measures، تظهر هذه البحوث وخصوصا التجريبية منها فاعلية الإجراءات التمريضية من خلال أثناء العناية التمريضية، يعني مدى فاعلية التداخل التمريضي سواء في دقة القياس درجات الحرارة، مثلا طريقة قياس درجة الحرارة ومدى فاعلية كل واحدة منها. Helping to document nursing care role in the healthcare delivery system، أيضا تنطينا تساعدنا في الانفورماتكس، أو تنطينا مجموعة معلومات ومراجع سابقة لمهنة التمريض ممكن نستفاد منها في المؤسسات الصحية. Improving the quality of care and care delivery، providing link between theory and practice، دائما تفيدنا البحوث التمريضية من خلال تطبيق بعض الموديلات بعض النظريات في واقع العمل، من خلال فحصها وقياس هذه النظريات وإثبات فاعليتها في العمل. Advancing nursing as profession، وبالمحصلة تنطينا تساعدنا في تقدم مهنة التمريض بشكل عام. Role of the nurses in the research، طبعا الباحث وكتمريضي يجب أن يكون له مجموعة من الأدوار خلال البحث العلمي. أنا كتمريضي شنو هو دوري في البحث العلمي؟ يعني لو أجريت بحث علمي معين وأنا كممرض، ما هو دوري في البحث العلمي؟ ممكن نلخصها من خلال الخمس نقاط الآتية. أولا contribute an idea for the clinical inquiry، ممكن يساهم الممرض في بناء فكرة البحث العلمي وكيفية تتعامل معها في حقل العمل. Assist in collecting research information، ممكن أنه يساهم الممرض في طريقة جمع البيانات تجاه المشكلة اللي يتعامل وياها، أنه هو الباحث نفسه
كممرض يجمع المعلومات من خلال الملاحظة، من خلال الفحوصات أو أي طريقة أخرى ممكن يجمع بها البيانات حتى يساهم في إيجاد حلول للمشاكل اللي يريد يتناولها أو لمشكلة البحث اللي يدرس عليها. Offer advice to client about participating in the study. أيضا يشجع الناس على المشاركة في دراسات من خلال تشجيعهم أن هذا البحث ممكن يفيدنا أو ممكن يقدم لي حل للمريض أو يوجد لي نتائج ممكن يستفاد منها المريض في المستقبل. Search for research evidence. طبعا يجب أن يكون هذا الممرض دقيق الملاحظة، نقدر نسميه الممرض الباحث، دقيق الملاحظة للدلائل العلمية وممكن تسجيلها وملاحظتها وعملية التفسير لها. Discuss the implication of the study in journal club in your practice setting which involve meeting to discuss research article. ممكن يكون الباحث أو الممرض أيضا يتابع خلينا نقول نتائج هذه البحوث ويناقشها في النوادي العلمية في حقل العمل من خلال الجلسات العلمية الميتنج نقدر نسميها في المستشفيات ومدى الاستفادة من هذه البحوث في مهنة التمريض. بعد أن أخذنا مقدمة عن البحث العلمي وما هو البحث العلمي والأهداف الأساسية للبحث التمريضي بشكل خاص، ننتقل إلى مفهوم آخر اللي هو الهايبوثيسس أو الفرضيات. لكل بحث يجب أن تكون هناك مجموعة من الفرضيات. بداية لازم نعرف شنو هي الفرضية. What is the meaning of hypothesis? Hypothesis is the formal statement of the expected relationships between two or more variables. Hypothesis help to translate the research problem objective into clear explanation or prediction of the expected result or outcome of the research study. الفرضيات دائما ما توضع بشكل جملة تحاول تتنبأ لي ما بالعلاقة اللي موجودة ما بين المتغيرات الدراسة أو هي التنبؤ بما سيحدث كنتيجة للدراسة. هذا المقصود بالهايبوثيسس. على سبيل المثال، هل التدخين يؤثر العفو تأثير التدخين على نسبة الإصابة بمرض سرطان الرئة؟ دائما أو على أساس الدراسات والخبرات السابقة ممكن نقول أنه كل ما زادت نسبة التدخين زاد مقابلها نسبة الإصابة بمرض سرطان الرئة. إذا هذه العلاقة ممكن نضعها ضمن statement نسميها hypothesis. هذه hypothesis هي تتنبأ لي أنه بنتائج البحث العلمي قبل إجراء الدراسة، نطلق عليها hypothesis. الهدف من عندها التنبؤ بنتائج الدراسة. Important of the hypothesis. ذكرنا من خلال التعريف الماضي الهدف من الدراسة. الفرضيات في الدراسات هي التنبؤ بما ستنتج عن هذه الدراسات أو تنبئنا بالعلاقة ما بين متغيرات الدراسة نفسها حتى توجه الباحث باتجاه معين في الدراسة. ممكن أن نختزل أهمية الفرضيات في البحث العلمي من خلال النقاط التالية. أولا، hypothesis provide objectivity to the research activity. دائما ما تكون هذه الفرضيات موضوعية، أنه تعكس الواقع للعلاقة ما بين الفرضيات ما بين المتغيرات. على سبيل المثال، متغير السمنة مع الإصابة بمرض السكري، دائما هذه الفرضيات تفترض العلاقة ما بين هاي المتغيرين على أساس علمي وليس علمي وموضوعي وليس تنبؤي بشكل عشوائي. ثانيا، provide direction to conduct research as defining the source and relevance of the data. من خلال hypothesis statement ممكن أن الباحث يوضح ويعرف المتغيرات بشكل خاص جدا، فيكون الباحث يعرف ما هي السمنة ويحدد مستوياتها ويحدد مثلا علاقتها بالأمراض المعينة. من خلال هذه الفرضية تشير لي أنه ممكن من وين أنه نحصل على المعلومات وأيضا اللي خلينا نقول إلها علاقة بالدراسة وكيفية الحصول عليها. Hypothesis provide a clear and specific goal to the research.
تشير لي باتجاه الـ more specific objective of the study. تكون الفرضيات مركزة على الأهداف الخاصة اللي هي الـ objective للدراسة. Hypotheses provide link between theories and actual practical research. أيضا ترابط لي الفرضيات ما بين النظريات والموديل المستخدم في البحث وكيفية تطبيقه على أرض الواقع بالنسبة للحقل العمل. And it's a provide bridge between theory and reality. A hypothesis suggested which type of the research is likely to be most appropriate. راح يكون عندنا chapter خاص اسمه research design أو هيكلية البحث أو تصميم البحث باللغة العربية تفسر. الريسيرش الهايبوثيسيس ممكن انه هي تشير لي ما هو نوع الديزاين المناسب لهذه الدراسه، سواء كانت دراسه وصفيه او تجريبيه او مهما كان نوع الدراسه. It serves as a framework for the drawing conclusion of research study. ايضا تضع لي الاطار العام للدراسه بشكل عام. ما هي الدراسة مسحية تطبيقية مهما كان إطار البحث العلمي لهذه الدراسة. Source of the hypothesis. ذكرنا أنه الفرضيات توضع بشكل موضوعي ومنطقي، لكن ممكن احنا نحصل على مصادر الفرضيات من ثلاث مصادر أساسية. أولا اللي هي conceptual or theoretical framework، من المجموعة من المفاهيم والنظريات والأطر العامة اللي موجودة في علم التمريض العفو. النقطة الثانية اللي ممكن نحصل أو نضع الفرضيات منها اللي هي personal experience، الخبرات السابقة. يعني من خلال الخبرات احنا راح نلاحظ انه ممكن الشخص يستفيد من حقل العمل، انه صار له فترة يعمل في الردهة الفلانية، فيحاول يرابط الظواهر اللي موجودة في الردهة مالته على أساس الخبرات السابقة، وممكن من خلالها أنه يصيغ فرضية معينة. المصدر الأخير هي literature review، المراجع السابقة والدراسات السابقة في مهنة التمريض اللي ممكن هي تكون خلينا نقول مصدر للفرضيات. نكتفي هذا اليوم بهذا القدر من المعلومات اللي أخذناها حول البحث العلمي والمقدمة عن البحث العلمي ومفهوم الفرضيات. بالمحاضرة القادمة إن شاء الله راح نكمل أنواع الفرضيات ومفهوم آخر اللي هي الـ variables أو المتغيرات وأنواعها أيضا. لكن اللي أتمنى عليكم جميعا أنه تراجعون المحاضرة بشكل دقيق، بالإضافة أنه أرجو من حضراتكم أنه تطلعون على أنواع الفرضيات والمتغيرات بشكل عام في الكتب أو المراجع المتوفرة لكم. فيما إذا رجعنا مرة ثانية ونشرح عن أنواع الفرضيات والمتغيرات راح تكون الفكرة واضحة أمامكم. أشكركم بالنهاية على المتابعة وحسن الإصغاء، وأتمنى من حضراتكم المتابعة للدروس القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.